نقل وزير الخارجيه سامح شكري للرئيس بشار الاسد خلال لقائه به اليوم رساله من الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد فيها تضامن مصر مع سوريا واستعدادها لمواصله دعم السوريين بمواجهه اثار الزلزال ونقل شكري للرئيس السوري تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي واعتزازه بالعلاقات التاريخيه بين سوريا ومصر وحرص القاهره على تعزيز هذه العلاقات وتطوير التعاون المشترك بين البلدين من جانبه اعرب الرئيس بشار الاسد عن تقديره البالغ لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاتصال معه هاتفيا عقب الزلازل مثمنا ما لمسه من مشاعر اخويه خلال الاتصال، كما شكر الرئيس السوري مصر وشعبها على استضافه اللاجئين السوريين على اراضيها وحسن معاملتهم كاشقاء.